مرحبا. عم يشهد الحوض الغربي للمتوسط بالفترة الأخيرة ارتفاع كبير بدرجات الحرارة بسبب موجة الحر القياسية والتاريخية ببعض البلدان، واللي أدت لوقوع ضحايا بالعديد من دول الغرب وجنوب أوروبا، كما ضرب إعصار مقاطعة البندقية وسبب العديد من الضحايا وخسائر مادية فاتحة. وسجلت السواحل الإيطالية حرارة مياه مرتفعة لأكثر من 29 درجة، أعلى بخمس درجات عن المعدل الطبيعي لمثل هالوقت من السنة. وعم تشهد العديد من مناطق العالم حالات جوية متطرفة وتسجيل ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي حار ورطب على الساحل والمرتفعات عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض. المتوسط الحرارة مرتفعة، رطوبة عالية، بحر معتدل الموج وحرارة 127 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل عم بتسجل 26، بالبقعة 18، على المرتفعات 23 و13 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ من تل 30، ومن بعد البربير 31، رميلة 30، نقورة 31، القليعة 31 درجة، عرب صليب 29، ومن بعدها بننتقل لراس بعلبك 36 وزغرين 35 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الرياح من 10 و25 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 25 و31، وبكرة بين 26 و32 درجة، ونهار الثلاثة بتتراوح بين 25 و31 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا بنبدأ من الرياض 44، مسقط 36، طرابلس 34، تونس 37، برلين 22، ولندن 22 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا. Thank you.